مساء الخير. قبل 4 سنوات وفي إحدى الندوات للمنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت، برزت شخصية خليجية شابة في ورقة سياسية اقتصادية كانت محوراً لنقاشات حادة وطويلة في أروقة المؤتمر. هذه الشخصية التي كان لي شرف التعرف عليها هي ولي عهد البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة. سمو الأمير مساء الخير، أنتم في مقابلة خاصة على شاشة العربية من العاصمة البحرينية المنامة. أنا بس حبيت أقول هيدي، خلينا نقول الحادثة، لأنه حقيقة كانت ورقة يعني هيك عملت نوع من مثل ما قلت نقاش كتير حاد، ناس مع وناس ضد. يمكن بعد 4 سنوات منلاقي انه كان في كتير امور حكيت عنها من الاصلاحات الاقتصادية خاصة كانت صحيحة، واليوم في كمان نقاش حاد حول ما قلته في الواشنطن بوست، رح نرجع له لأنه يخص فلسطين وصراع العربي الإسرائيلي، ولكن سأبدأ بالبحرين. سمو الأمير، ما هي وظيفة ولي العهد في مملكة البحرين؟ في مملكة البحرين دوري أنا كولي عهد طبعا هو دور إسناد لجلالة الملك الوالد، وأنا أتشرف بهذا الدور، وكلفني هو جلالة الملك برئاسة المجلس الاقتصادي في مملكة البحرين، وأن أكون نائبا له كقائد أعلى للقوات المسلحة. فهذه يعني أهم واجباتي في الوقت الحاضر. نعم، معروف عنك يعني في العالم العربي غير البحرين أنه يعني خلينا نقول قائد الاقتصادي لهذه المملكة، لأنه سلمك المجلس الاقتصادي العالم، وحكيته كتير عن التنمية الاقتصادية، عن خطة 2030، وهذه أعتقد منذ 2 سنة أو أكثر. نعم. يعني عملت هذه الورقة، فينا نقول أنه صار في خطوات مهمة، صار في شيء تطور، فينا نلمس شيء من هذه الخطة أم بقيت يعني ورقة؟ لا طبعا طبعا، يعني المسيرة الاقتصادية في مملكة البحرين طبعا ما بدأت به أنا، بدأت بجهود كثيرة من قبل مسؤولين سبقونا في هذه المسؤولية. ولازم نذكر فقيدنا الراحل طبعا الوالد الشيخ عيسى بن سلمان اللي أسس الدولة الحديثة، وكيف ساعد صاحب سمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الآن في بناء البحرين مباشرة من بعد الاستقلال. فيوم وصلت لي أنا المسؤولية وجدت قاعدة قوية فبنيت عليها. ما هي أهم خلينا نسميها الإنجازات اللي صارت في هذه الفترة بهالسنتين؟ يعني شو عملتوا؟ كيف فينا نلمس إنه في شيء تغير؟ والله إحنا إذا بنتكلم عن الرؤية لازم نعرف مبادئ الرؤية. مبادئ الرؤية الأساسية اللي كل خطواتنا تعتمد عليها هي غرس خلينا نسميهم 3 عناصر نتمنى أن كل المواطنين والمسؤولين يلتفون دار مدار. أولهم تنافسية، وهذا من عقيدتنا وإيماننا أن التنافس هو اللي وصل الناس إلى إنتاجية أكثر، إلى ابتكار أكثر، يعني نظام رأسمالي حر. نعم حر، لكن طبعا ضمن قيود اللي تضمن المبدأ الثاني المهم اللي هو العدالة، لأن تنافس بلا عدالة ممكن يؤدي إلى فروقات كبيرة في المستوى المعيشي أو في الحقوق. يعني ما تأخذني سمو الأمير، عدالة يعني أنه الكل لهم حظ أنهم يتنافسوا، كل الفرص مفتوحة للجميع، لكن العدالة بعد تعني أشياء أخرى، يعني تعني نظام قضائي ممتاز، تعني خلينا نسمي فرص لمعيشة كريمة من ناحية إسكان، من ناحية صحة، من ناحية تعليم. فالفرص لازم تكون متكافئة. والمبدأ الثالث أو خلينا نسمي العنصر الثالث اللي نبي نركز عليه هو الاستدامة. إنه ما نبي نسوي شيء لأن اليوم عندنا طفرة نفطية وبكرة ما نقدر نستمر فيه. فأعطيكم مثل يعني بسيط، اليوم إذا إحنا نبي نتكلم على الاستدامة لازم
نشوف أن ذوي الحاجة الفعلية هم اللي يحصلون الدعم المطلوب على أساس أننا نقدر نساعده. أما إذا شفنا مثل في دول أخرى أن الغني والفقير يحصلون نفس الدعم، فمعناته أن حصة الأسد من الدعم تروح للأغنياء مو للفقراء. هذه نوع من الاشتراكية؟ لا ما أبدا. تشبه إذا بدك الضريبة التصاعدية، أنه الغني يدفع ضريبة أكثر بكثير من الفقير، والفقير يأخذ صحيح مش ضريبة بس أنه الحقيقي. لا أنا قلت نظام اشتراكي، لكن يشبه المنطق بأنه ندعم الفقير ليقدر يكون متساوي نوعا بالفرص. يعني الرأسمالية طبعا اللي مالها أي ضوابط أو حدود مو بالرأسمالية. هذا أنقذ البحرين بالأزمة الاقتصادية العالمية. قديش نقول نسبة مئوية الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على البحرين؟ إذا أخذنا 100% إذا نظرنا إلى النمو الاقتصادي هو المعدل المهم. كنا ننمو بين 7-8%، السنة نتوقع يمكن بين 3-4% نمو. فما صار عندنا كساد، ما صار عندنا تراجع في النمو الاقتصادي، بل صار يعني انخفاض في النسبة. والمصاريف، في مصاريف انزعجت بفتكر. كيف يعني؟ يعني مثلا بنك الخليج اللي موجود في المنامة، أعتقد أنه يعني هذه أعمال يعني في القطاع الخاص. فهذا يعني كل مؤسسة عدو شطارتها في التعامل مع هذه الأزمة. سمو الأميرة تقول عصر النفط انتهى. نعم. كان قصدك هيك؟ يعني قبل الأزمة الاقتصادية كان قصدك أنه في شيء أوقات لا يختفي، لازم يكون في يعني شيء ما يبقى؟ إحنا لازم نبني اقتصاديات مبنية على عناصر عديدة، ومو بس عنصر واحد، مو بس نفط. بكرة لو طاح سعر النفط ماذا نقدر نفعل يعني إذا اعتمادنا كليا عليه؟ فيجب منا كمسؤولين أن نبني اقتصاد لمواطنينا قادر أنه يقدم لهم هالحياة الكريمة. الاختزال يعني أهم مبدأ من الرؤية 2030 هو أن المواطن هو المحور اللي هذه الثلاث مبادئ تخدم. فإذا حطينا المواطن في الوسط، عرفنا أن واجب علينا أن نخلق منظومة اقتصادية بناءة تخدم هذا المواطن. إذا قدرنا أن احنا نركز على هذه وشفنا تأثيرات الأزمة الاقتصادية الأخيرة، شفنا المواطن في البحرين الحمد لله ما تأثر بالدرجة الكبيرة. يعني ما حط فلوسه في محفظات طارت في يوم وليلة، ما حس أن الدولة ما بقادرة تغطي مصاريف أو احتياجاته. لأنهم أقل ثراء من الدول المحيطة بالبحرين؟ لا والله، يعني ممكن يعني لأن ما عندنا ثروة كانت تكون عندنا مشكلة أكبر. بس أنا ما أعتقد أن الواحد لازم يقارن بهالمستوى، لأن احنا تعودنا طول عمرنا على مستوى دخل معين ونبني على المستوى اللي احنا بدينا به، فاحنا ما ننظر إلى جيراننا الحقيقة، ننظر بما يعني الله أعطانا من خير فبنينا عليه، وإن شاء الله بنبني عليه أكثر.